استقبل الفريق ركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية عددا من السادة أعضاء مجلس النواب، يترأسهم النائب عبد الحليم مراد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بحضور سعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام. وفي مسهل اللقاء رحب معالي الوزير بالسادة أعضاء مجلس النواب مشيدا بالدور التشريعي والرقابي الذي يقوم به المجلس والموضوعات والقضايا التي يبحثها، وذلك بما يصب في صالح الوطن والمواطن، فيما بادر السادة أعضاء مجلس النواب بتوجيه الشكر إلى معالي وزير الداخلية تقديرا للأداء الأمني الفاعل وأحباط عدد من الجرائم التي كان الإرهابيون ينوون تنفيذها. كما أعرب النواب عن بلغ اعتزازهم ومساندتهم الكاملة لمبادرة الانتماء الوطني التي طرحها معالي وزير الداخلية خلال لقائه الأخير مع نخبة من أبناء الوطن، وتشمل على 5 عناصر رئيسية، مؤكدين مؤازرتهم ودعم منتخبيهم لهذه المبادرة الوطنية المتقدمة ودورها الرئيسي في تعزيز الهوية الوطنية. وقد أعرب معالي وزير الداخلية عن اعتزازه بهذه اللفتة الكريمة والزيارة الأخوية وما تحمله من معان وطنية مشكورة، بما يعكس دور مجلس النواب واهتمام ومتابعة أعضائه لكل ما يهم سلامة الوطن والمواطن ومشاركتهم الإيجابية في دعم الجهود الأمنية للحفاظ على أمن الوطن وصون منجزاته. وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي من شأنها تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية ومجلس النواب تحقيقا لمزيد من الأمن والاستقرار في ربوع البلاد. وفي نهاية اللقاء جدد أعضاء مجلس النواب دعمهم الثابت لوزارة الداخلية وكافة منتسبيها لما فيه خدمة الوطن والصالح العام، وحرصهم على أهمية تطوير التشريعات بما يضمن حفظ الأمن وحماية مقدرات الوطن. طبعا المبادرة أكثر من رائعة حقيقة، فرحنا لها فرحا شديدا. معالي وزير الداخلية وضع النواة ونقطة الارتكاز، نشوف اليوم فعلا بعد تطوير المنظومة الأمنية الشاملة نشوف الآن خطوات غير مسبوقة في الشراكة المجتمعية والانتماء. أعتقد دور مجلس النيابي بيكون في تعزيز التشريعات. انتهينا من تعزيز التشريعات الأمنية، نحتاج إلى تعزيز تشريعات تخدم المواطنة ومحاضن الشباب والمناهج التعليمية والتربوية. اليوم سعدنا باللقاء مع وزير الداخلية، وطبعا هننا على اطلاق هذه المبادرة، واحنا في مجلس النواب اكيد مع كل مبادرة للم الشمل ويعني تلمت الوطنية. اعتقد اليوم هذه المبادرة اتت في وقتها في من حيث الزمان والمكان، وهنا تنطلق من رؤية معالي وزير الداخلية للم الشمل. اعتقد هذا يجب ان يكون يعني احنا اول داعم له، وكان حديثنا معاه بهذا الجانب، وكذلك يعني اشدنا بخطوات معالي وزير الداخلية في كل ما يتعلق بأمن البلد ويعني توفير الحياة الكريمة للمواطنين وحفظ أمنهم. طبعا كان لنا لقاء مع معالي وزير الداخلية شيخ راشد بن عبد الله الخليفة اليوم، وطبعا تطرقنا إلى كثير من الأمور اللي تخص أمن وأمان مملكة البحرين، وشرح لنا معالي وزير الداخلية الإجراءات اللي تمت في الأخير بالنسبة لكثير من القضايا ما يعني اللي تهم المواطن البحريني، واستمعنا إلى توجيهات وزير الداخلية لنا إحنا كنواب في مجلس الشعب. وطبعا أكدنا لمعالي وزير الداخلية أن إحنا في مجلس النواب سنكون على العهد مثل ما كنا في السابق، زين عون لوزارة الداخلية. المبادرات اللي استطلقها وزارة الداخلية بشكل متواصل خلال الفترة الماضية والمستقبلية، لا شك بأن المبادرة الوطنية اللي تم إطلاقها هي مبادرة فعلا تستحق الإشادة، تستحق الدعم، مبادرة تهدف إلى رؤية محددة، إعادة اللحمة وتعزيز الوحدة الوطنية بين كافة أبناء الشعب البحريني. طبعا معاليه أطلعنا على الشأن الداخلي وما تقوم به الوزارة. طبعا معالي الوزير كان حريص على إطلاع السلطة التشريعية بكل ما تم في المرحلة السابقة. طبعا احنا كمجلس نواب يجب
أن تكون لنا وقفة واضحة بالنسبة لسن تشريعات تحافظ على المجتمع. طبعا المبادرة اللي أطلقها معالي مبادرة سامية حقيقة، يتطلب منا جميعا كسلطة تشريعية الوقوف معها ومع المجتمع البحريني. أولا نقدم الشكر إلى معالي وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة على جهوده وعلى إطلاق هذه المبادرة التي أثلجت صدور كافة البحرينيين اليوم. وإحنا دائما دورنا في مجلس النواب نعزز ما هو مفهوم تعزيز دور الشراكة المجتمعية واللحمة الوطنية بين أطياف المجتمع، وأيضا كما يطلقها جلالة الملك في مبادرة التعايش والتسامح بين أطياف ومكونات الشعب البحريني. الشعب البحريني اليوم يحتاج إلى تكاتف الجهود وتسليط الضوء على القضايا المجتمعية. أيضا معالي وزير الداخلية نظر إلى أن الحلول الأمنية أيضا بمعالجة عدة قضايا أمنية تنبثق من وزارة التربية والتعليم وأيضا من الأسرة ومؤسسات المجتمع المدني وأيضا رجالات الدين، وإحنا دورنا في السلطة التشريعية سنقوم بتشريعات وطرح ما يهم الشارع البحريني في تعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية. الحقيقة مبادرة معالي وزير الداخلية لأطلقها قبل عدة أيام يعني يراد منها الخير لمملكة البحرين وشعبها، والحقيقة الكثير من الأمور التي يعني تحدث في خاصة في برامج التواصل الاجتماعي قد تكون دخيلة على يعني مواطنين أو شعب مملكة البحرين، ونرجو من الله سبحانه وتعالى من خلال هذه المبادرة أن يرجع تكاتف أهل البحرين بجميع أطيافه، وأيضا إشراك أو إدخال هذه المبادرة في من خلال وزارة التربية والتعليم في مناهجها أو تحديدا اللي هو المواطنة وكيفية التعامل مع مدخرات المملكة.